عسلمة. تكلمت في الفيديو اللي قبل هذه عن الشيعة، طريقة تفكيرهم، طريقة عملهم، أسلوبهم السياسي بصفة عامة. ما حبيتش ندخل في التفاصيل متاع التقسيمات متاعهم، خاطر هما زاد مقسمين أنواع، ولكن خذيت فكرة على الموضوع. المرة هذه باش نتكلموا على السلفيين. باهي، نرجعوا للتاريخ. كما قلنا أن السلفيين ظهروا متأخر، يعني مش كما الشيعة، الشيعة هما متقدمين عليهم ياسر. ظهر بالمذهب الحنبلي في الأول، ثم ظهر ابن تيمية في فترة من فترات التاريخ الإسلامي، ما يسمى بالعصر الذهبي، وقت كان المسلمين بداوا ينفتحوا على العالم وبداوا يترجموا في الكتب الأوروبية للعربية، حتى أن كانوا في الحروب متاعهم وقت يمسكوا أسير يبدلوه بكتاب، وكان فما تفتح في العالم الإسلامي كبير اللي سميناه العصر الذهبي، سواء على المسيح سواء على الزردشتيين وغيرهم. كانت العالم الإسلامي منارة، يجوها من كل عالم باش يدرسوا الطب والنجوم والرياضيات وغيرها. وقت ظهر المذهب الحنبلي وبعده ظهر ابن تيمية والفكر السلفي، شاف فما جماعة شافوا اللي العالم الإسلامي قاعد يبتعد على السلف الصالح، فجاب ابن تيمية الفكرة هي العودة للسلف الصالح وتطبيق بالحرف دون اجتهاد ولا تفكير ما جاء به محمد وأسلوب محمد في المكة وفي المدينة. وقتها ظهر ابن تيمية بدا ما يسمى الفكر التكفيري، يعني بداوا يمنعوا في الناس وبداوا يكفروا في الناس وبداوا يقتلوا في الناس، ومنهار ظهورهم والعالم الإسلامي هو يتأخر إلى وصل أسفل السافلين. ده هذا الفكر السلفي كان يعمل في إطار الخلافة الإسلامية أقل حدة، لكن بعد سقوط الخلافة الإسلامية وظهر ما يسمى بالتجديد للفكر السلفي اللي هو الوهابية، الأمور تغيرت وأصبح الفكر السلفي عنده منهج وعنده أسلوب في العمل. صحيح هو لا يملك الحنكة السياسية ويستعمل الأسلوب المباشر للتعبير عن أفكاره، هذه أول صفة من صفاته، هو ما يعرفش المراوغة، يعني يعتمد على أحاديث ما يعطيها حتى تأويل. هو يقول لك معناتها المؤمن بين المؤمن والضعيف والمؤمن القوي أنه وقت يشوف المنكر لازم يبدله بيده، كان ما نجمش بلسانه، كان ما نجمش بقلبه، ذلك أضعف الإيمان، وبالطبع السلفي يحب يكون هو قوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مسألة التمويل. التمويل عند السلفيين يعتمد على الزكاة والتبرعات المباشرة والغير مباشرة من الأفراد ومن الدول، وخاصة دول الخليج. هو يعتمد على فكرة أن من يجمش يشارك بجسده لازم يدعم بماله، إذا هناك سلفيين يدعموا بالمال، هذاك علاش عنده زخم من الأموال لا تقدر. المسألة الثالثة، في حروبه يستعمل حرب الكر والفر والإرهاب والترعيب وحرب العصابات والاغتيالات. يعتمد زاد نفس الشيء على السلف الصالح وأسلوب محمد، هو من عارضه يقتله، وهو محمد بيدو قال معناتها نصرته بالرعب، ونصرته على معناتها بالرعب على مسافة شهر. إذا هما هذا أسلوبهم، يعني لو ندرسوا السلفية نشوفوا نفهموا محمد شنو عمل. المسألة الرابعة، الدول الداعمة الأساسية الآن للسلفيين هي دول الخليج، وعلى رأسهم قطر وبالطبع السعودية ودول أخرى. المسألة الخامسة، الهدف متاعهم هو قيام الخلافة الإسلامية في العالم الإسلامي والقضاء بعد قيام الخلافة، لازمهم يقضيوا على ما يسمونه ما تسموه هما البدع، وأول ما يمكن القضاء عليه بالنسبة لهم هما الشيعة والصوفية وكل المذاهب غير الوهابية.
مع هما يؤمنوا بعملية تطهير، وبعد لا يطهروا العالم الإسلامي ويصبحوا كلهم سلفيين، يهجموا على العالم ويحرروا العالم حسب رأيهم ويسيطروا عليه. النقطة السادسة، ما يعتمدوش على العقل، العقل عندهم مغيب كليا، يعتمدوا على النقل ويرفضوا كل ما هو حديث إلا اللي يحتاجونه في عملهم الإسلامي، شيء طبيعي، ما هوش بيحاربوا بالسيوف. إذا يرفضوا الحداثة بصفة عامة، هذاك علاش معناتها تلقاهم في لباسهم، معناتها يحافظوا على اللباس القديم الإسلامي، لكن تلقاهم ممتون يعني لابس سبادري نايك وهز مطريات، هكاكا فكرة، ما كاكا مخهم يخدم، فهمت؟ ما مش مخهم، هو مخهم ما يخدمش لما حالة، ما معناتها هكاكا مخهم مبرمش. أما من الناحية السابعة، دعمهم الأجنبي. زلنا نعرفوا أن السلفية الحديثة هذه، فهمت؟ تم خلقها من طرف الإنجليز من أجل إضعاف الخلافة أو الإمبراطورية التركية. نعرف القصة في السعودية وظهور الوهابيين وآل سعود وكل شيء، هذه من ناحية. من بعد تم استعمالهم من طرف أمريكا لمحاربة الشيوعية وخدمة مصالحها، وحتى لتوا تستعمل فيهم، تستعمل فيهم لأي مصلحة تخصها هي. ولكن مش يعني أن السلفيين صنع أمريكا 100%، لا مش صحيح هذا. السلفيين هما سلفيين، هما فكر سلفي، أما احنا قلنا انهم ياخذوا الدعم من اي انسان، معناتها ياخذوا الدعم، يجيهم دعم من اي جهه، خاصه دول الخليج. تنجم امريكا تسمح لدول الخليج باش تعطيهم الدعم باش تمرر حاجات تحبهم هي، يعني بطريقه غير مباشره، وهما بحد ذاتهم ما عندهم فكر كما فكر محمد، يعني نجم نتعامل مع العدو ونعمل تحالفات معهم بعد نقضي عليه، يعني هما في بالهم توا ياخذوا الدعم من امريكا وبعد يقضيوا على امريكا، هذاك فكرهم، فهمت؟ يعني ما عندهمش حاجة مع تغريبة انها ياخذ سلاح ولا ياخذ الفلوس من عند امريكا ولا حتى من عند الشيطان، هذاك هو فكرهم. المسألة الثامنة، عندهم بعد نظر، ما عندهمش بعد نظر اصلا، يغزروا للحالة. علاش؟ خطر هما عندهم الحياة هذه عبارة على ممر، والحياة الحقيقية هي في الجنة. اذا تلقى كل تصرفاتهم هي تصرفات وقتية وتسرعية على حسب الاوضاع. هما بالنسبة ليهم يستغلوا الفرصة، يعني يغزروا الحاجة شنو فما في البلاد ويعملوا ضربتهم. بالنسبة ليهم هذاك برهان إلهي، هما هكاك يفكروا. إذا ما عندهمش بعد نظر وتخطيط، معناتها العملية يعملوها في لحظة، نجموا يقرروا توا. وقع مثلا، نضرب لك مثال، وقع الاعتصام من أجل حل المجلس التأسيسي، قاموا عملوا عملية في الشعام بقتل 9 من الناس، 9 جنود توانسة. اذا ما تعرفش عليهم كيفاش يتصرفوا، يعني ما نجموش نتنبؤوا شنو باش يعملوا. المسألة التاسعة، عندهم تجربة كبيرة في ارهاب الاخرين والتعدي عليهم من اول مظهورهم، وهما نهار كل صباح وليل يضربوا في الناس ويتعدوا على الناس ويقتلوا في الناس ويكفروا في الناس، هذاك شغلهم الشاغل من اول ظهورهم، والان نفس الشيء، على خاطر هما هدفهم الوحيد هو العودة لما يسمى السلف الصالح. والمسألة العاشرة والأخيرة، ما عندهم حتى فكر متكامل واضح ولا منطقي، يقول لك دستورنا القرآن، بل عندهم فكر رجعي متخلف قديم يتمثل، فهمت؟ يتمثل هالفكر هذا في الإسلام كما ظهر في مكة منذ معناتها 1400 سنة، واللي يعتبروا كل ما قام به محمد من مكة للمدينة لفتح مكة هو وحي إلهي وأسلوب إلهي يجب اتباعه إلى قيام الساعة. هذا هو تفكيرهم، وهكذا يشوفوا الأمور. هذوما هما السلفيين اللي يعتبروا أنذل وأخذل ما أنجب الإسلام، بل هم الإسلام نفسه كي تجي تشوف الحقيقة، هما بيدهم السلفيين، تحب تعرف الإسلام اللي جاب به محمد
والقهر والقتل والذبح والضرب هو انك تفهم السلفية، تعرف الاسلام. ومع فيديو قادم نحكيه على الاخوان الشياطين ولا اخوان المسلمين اللي هما من بعد مش نحكيه على النهضة. بسلامة ومع فيديو قادم.